دكتور ثروت الخرباوي، بنرحب بحضرتك في اخبار اليوم يا فندم. اهلا وسهلا باخبار اليوم. بنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه ومصر كلها طيبه وانتم طيبين. عايزين نعرف من حضرتك سبب وجودك في عدد من الحملات اللي بتدعم الفريق السيسي. لان يعني انا حاسس بروح الشعب المصري وبإرادة الشعب المصري وبرغبة الشعب المصري. الشعب المصري اظن اي حد يقفل عينيه ويغلق اذنه عن صوته يبقى انسان ما بيشوفش حاجة. المصريين شافوا واحد انحاز لإرادة الشعب المصري، وقف معاه، نفذ ما تمناه، فلذلك والشعب رأى أن لديه خيال سياسي ولديه القدرة على المواجهة، لديه القدرة على أن يقود مصر. فالشعب المصري بيقول له رشح نفسك، احنا عايزينك انت تكون رئيس مصر. ودي مرة من المرات النادرة في تاريخ مصر اللي مفيش رئيس أو شخص يقدم نفسه للشعب، ولكن الشعب هو الذي يذهب إلى الرئيس ويقول له، أو إلى شخص ما ويقول له رشح نفسك احنا عايزينك. فأنا منحاز للمصريين ومنحاز لرغبة الشعب المصري، لذلك أظهر في تلك الحملات لأنني واحد من المصريين أشعر بما يشعرون. بص، هو بالنسبة للشخصيات الكويسة اللي ممكن تحكم مصر، مصر فيها كتير، لكن احنا بنتكلم عن هذا الظرف الراهن. في الظرف الراهن ليس هناك إلا الفريق السيسي. حضرتك ما تعليقك عن نسبة الكثافة أو المشاركة في الدستور؟ لأنها كانت تصويت ضد الإخوان قبل ما تكون تصويت للدستور. الشعب المصري كان طالع وبيحتفل، مش طالع يدي صوته بس، طالع بيحتفل وبيرقص وبيغني. فده كانت رغبة في الخلاص وإقرار من الشعب المصري، وقع عليه في الاستفتاء قال تخلصت من الإخوان ومن حكم الإخوان للأبد. هل جماعة الإخوان انتهت أم لسه باقية؟ جماعة الإخوان في يعني انتهت تماما، لكن يبقى كما يقولون يعني إذا قطعت رأس الثعبان ديله بيفضل مستمر في الحركة نوعا ما، لكن بعد ذلك إلى موات. دكتور ثروت الخرباوي السياسي المشهور، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا.